يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يعمل في مؤسسة وعهد إليه صاحبها بأن يبيع بسعر معين، فباع فوق السعر المحدد له وبلغت تلك الزيادة 3000 ريال، وقد ندم على فعله فقام بالتصدق بجزء من تلك 3000 على قرابة له. سؤاله هل يكمل؟ هبله، ما هو بلو يتصدق بها، هذه ثمن السلعة لصاحبها، بها لصاحبها، ولا يتصدق إلا بما أعطاه صاحب المحل. نعم.